عايز اكلمك بقى واسترجع معاك الفتره اللي انت رحت فيها الاهلي وانت كنت موجود في منتخب مصر والنادي الاهلي اخذك وقلت لي كابتن صالح سليم يعني كان يتكلم شافك وقتها واتكلم معاك في الماتش وجيت النادي الاهلي. عبد البقال مضيت على طول كان الاهلي وقتها حوالي 13 سنه ما بياخدش الدوري، ولما انت رحت النادي الاهلي وانت في منتخب مصر من القناه ومضيت على طول وقتها على بياض للنادي الاهلي، من وقتها كان النادي الاهلي وش السعد عليك بقى، البطولات رجعت تاني. محسن صالح، طاهر الشيخ، كابتن زيزو وكابتن خطيب. الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي اللي رجع البطولات مره ثانيه. الله يرحمه مصطفى عبد الحليم، ده كان حاجه كبيره جدا في الكوره. كابتن حسن حمدي وزير الدفاع.